السلام عليكم. الفيلسوف أرسطو، فلاسفة أثينا، حكمة الغرب. في هذه الحلقة نطرح تساؤل: لما فشل أرسطو في أن يحقق طفرة علمية خيالية أو حتى إنجاز علمي على شاكلة الإنجاز الذي حققه نيوتن أو كيبلر أو غاليليو في الميكانيكا؟ لماذا لم يقوم بهذه الطفرة العلمية أرسطو رغم أنه عقلية جبارة؟ يرجع السبب بشكل كبير إلى رغبة أرسطو في ملازمة جانب الحقائق المعروفة أكثر من غض الطرف عنها، كما فعلوا نيوتن وغاليليو وكوبرنيكوس وجميع علماء ونقاد وفلاسفة القرن 17 تقريبا. لم يدرك أرسطو مثلا أنه نظرية كاملة عن الحركة اللي تحدثنا عنها بيوم أمس كانت تتطلب أن يتخلى عن بعض البديهيات الموجودة في وقته والتي ربما تكون مضللة من أجل أن يتمكن من صياغة قوانين في الحركة دقيقة وكذلك محكمة. لذلك عزوف عن القيام أيضا بتجارب معقدة في مجال الفيزياء يرجع أيضا إلى رغبة أرسطو في الثقة في الظواهر وليس إلى كسل أو إلى الرضا بما توصل إليه من معلومات. كان أرسطو يعتبر وظيفة العالم أو حتى الفيلسوف الطبيعي هي أن يتوصل إلى ما تفعله الأشياء بشكل طبيعي ما يتدخل بها. كان يرى أنه العالم إذا يتدخل في عمل الطبيعة بوضع شراك إلها من أجل أن يصل إلى استنتاجات كما يفعلون العلماء المعاصرين اليوم، يعتبر هذا الأمر عبارة عن تحايل على الطبيعة يؤدي إلى اختلاط عناصرها. بالتالي كل هذه الأمور من شأنها أن تؤدي إلى ماذا؟ أن تؤدي، يعني رأي أرسطو بالشخص اللي يعمل شراك للطبيعة للأمور الطبيعية، هذه الأمور سوف تؤدي إلى تغيير صورة الطبيعة لا إلى كشف النقاب عنها. لذلك كان يرفض هذه الأمور. على سبيل المثال علم التشريح، أحد علوم علم الأحياء، شيء قائم بذاته لا مشكلة، لكن مع ذلك التجارب المصطنعة لا تؤدي إلا إلى تشويه الطريقة التي تسير عليها نواميس الطبيعة. هذا رأي أرسطو. هنا سوف نجد أن معالجة أرسطو لموضوع الحركة ممكن اعتبارها مثال جيد لمذهب السلبي واهتمام البالغ بكل ما هو طبيعي. إذن عندما يتأمل أرسطو الطبيعة من حوله سوف يبدو له أن هناك نوعين من الحركة، حركة طبيعية وحركة قصرية. لكل من هاتين حركتين طريقة خاصة في الحركة الطبيعية. هذه الحركة الطبيعية التي تعرف بالاتجاه الذي يسلكه الشيء حال تحرره وأطلاق العنان له. على سبيل المثال العناصر الأربعة، نأتي على التراب والماء. التراب والماء يتحركان بشكل طبيعي نحو مركز الكون الذي يقع في منتصف كوكب الأرض. على العكس منه الهواء وكذلك النار يميلان بطبيعتهما إلى التحرك بالاتجاه المعاكس إلى فوق. هذا بالضبط يفسر لك سقوط التفاحة التي يغلب على عناصرها التراب. التراب هو أكثر مكوناتها. هذه التفاحة تسقط إلى أسفل عندما ينكسر الجذع الممسك بها، بينما على العكس من عندها ألسنة النيران تتجه إلى الأعلى مسرعة. هذا بالضبط يفسر لك طبيعة العناصر الأربعة. أيضا هناك أمر آخر يفسر هذه الأمور اللي هي خاصية الثقل وكذلك الخفة. كيف؟ بشكل عام الأشياء الثقيلة هي التي يغلب عليها التراب والماء، يغلب التراب والماء على تكوينها، ومن ثم فهي تنزع إلى الحركة أو إلى السقوط إلى الأسفل. على العكس منها الأشياء الخفيفة تميل إلى الحركة نحو الأعلى، الحركة نحو الأعلى بسبب تكوينها المختلف عنها. إذن نزوع الأشياء الثقيلة إلى التحرك نحو مركز الأرض يفسر لماذا تبدو الأرض كروية وليست مسطحة. أرسطو كان يدرك، كان يعرف أن الأرض كروية الشكل.
استنتج ذلك من عدة ملاحظات، من أهمها أن الأرض تظلل القمر بظل منحني. إذن سوف تقدم نظرية الحركة الطبيعية تفسير قوي لتلك الملاحظات، لتلك الظواهر. بما أن المادة الثقيلة قد تجمعت في، يعني المادة الثقيلة تجمعت من جميع الأماكن في هذه النقطة دون غيرها اللي هي مركز الأرض، فإنه هذه المادة قد تكتلت حول المركز من كل اتجاه بشكل متساوي بشكل متوازي حتى كونت لك الشكل الكروي الحالي الموجود للأرض. الماء لم يكن ينزع إلى الهبوط للأسفل كما هو الحال مع التراب، كذلك الهواء لم يكن يتحرك لأعلى بشدة مثل النار، ولذلك الماء اتجمع فوق سطح الأرض على سطح الأرض مكونا بحار وكذلك محيطات. أما الهواء تحرك نحو الغلاف الجوي السفلي، النار تتحرك إلى الأعلى، وبهذه الطريقة استقرت جميع المواد الطبيعية أو هذه العناصر الأربعة في مكانها الطبيعي. لكن هذا مع ذلك لا يعني أنه كل شيء ظل في مكانه الطبيعي بدون حركة، أو أنه لم يتحرك إلى من هذا المكان قط المكان الموجود به. لماذا؟ لأن عندما تنظر إلى حقيقة هذا العالم سوف تجد أن هذا العالم مزدحم ومعقد ويعج بالأمور والأشياء التي من شأنها أن تتدخل في الحركة الطبيعية الموجودة للأشياء. قد تدعم الأشياء الثقيلة بعضها البعض فتحول دون تحركها نحو مركز الأرض، أو قد يرتفع بعض الهواء بعد تسخينه. هذا الهواء عندما يرتفع يحمل مع بعض أوراق الشجر، بالتالي سوف يصعد بها إلى الأعلى، وبذلك فهو يقاوم رغبة هذه الأوراق في السقوط بإجبارها على الحركة باتجاه معاكس. إذن من الأشياء التي قد تتدخل مع ذلك في حركة الطبيعة الكائنات الحية، ومن ضمنها الإنسان. على سبيل المثال قد يقوم أحد الأشخاص بالتقاط تفاحة والقائها إلى الأعلى، سوف يفرض عليها حركة معينة، لأن التفاحة بطبيعتها يجب أن تسقط إلى الأسفل، لا هو ممكن يرفعها الأعلى، وبالتالي سوف تتحرك عكس طبيعتها. الطريقة نفسها تستطيع أحدنا أن يقوم بإطفاء السنة اللهب التي تندفع كذلك إلى الأعلى. لذلك الكائنات الحية بأكملها كانت تخضع للحركات الطبيعية والقصرية، حال الأجسام المادية بالضبط. لكن مع ذلك كثير منها من الكائنات الحية لديها القدرة على أن تحرك نفسها بنفسها، وهذا شيء تتميز به الكائنات الحية عن غيرها، أنه لها القدرة على تحريك نفسها على العكس من المواد غير الحية. طيب السؤال هو كيف نميز علامات وجود الحياة بالنسبة للكائنات الحية؟ أرسطو استطاع أن يميزها بعدة أمور. قال إنه الكائنات الحية تتميز بالتغذية، بالتكاثر، بالإحساس، القدرة على الحركة، التنقل، الرغبة، القدرة على التخيل، العقل. هذه الأمور الموجودة فقط بالكائنات الحية. بالتالي كل ما ازدادت حصيلة هذه المواد من الخصائص أو الصفات اللي تميز الكائن الحي سوف ترتفع مكانته في سلم الطبيعة. هذه الأمور الإنسان هو الوحيد الذي يستطيع أن يجمع أكثر هذه المواد ويحوزها إلى، وهذا ما يميز الإنسان وجعل يعيش أرقى أساليب الحياة على سطح الأرض. نعم تستطيع الكائنات الحية التي تكون أفضل أو تعلو على النباتات تحريك أنفسها بنفسها، حتى النباتات ممكن تحرك نفسها. لذلك هذه الحركات التي تحدث يمكن تفسيرها في إطار تحدثنا عنها بحلقات سابقة، العلل الغائية، لأن هي دائما تتحرك من أجل شيء ما، من أجل غاية. إذن الكائنات تتحرك من أجل تلبية احتياجاتها، من أجل إشباع رغباتها، بدافع من الإحساس، بدافع من الخيال والفكر إذا كانت تتمتع بهم، من أجل أن تهتدي إلى الطريق. بشكل عام لا يتحرك شيء إلا بسبب شيء آخر، لأنه جميع أشكال الحياة العليا
اللي أعلى من النباتات تحركها الرغبة، بينما باقي الأشياء المادية اللي كانت غير الحياة لا، يحركها شيء خارجي، يحركها شيء آخر. طيب هنا هل ممكن أن يقصد أرسطو أنه الرب هو الذي يحرك هذه الأشياء؟ نعم، ممكن أن يتوهم القارئ أن هذه الفكرة يقول بها أرسطو أنه هناك رب هو الذي يحرك هذه الأشياء. فإذا كانت كل الجمادات تحركها قوى خارجية، ألا يستلزم هذا الأمر أن يكون ثمة علة أولى الرب بين قوسين قامت بكل هذه الأعمال؟ لكن الحقيقة لا، كان لأرسطو رأي آخر. لماذا؟ كان أرسطو يعتقد بأزلية الكون، لذلك لم يكن هناك أي شيء أولي على الإطلاق. هذا الجواب الموجود عند أرسطو واللي هو أحد أكبر أفكار أرسطو، أثار حفيظة الفلاسفة المسلمين واليهود والمسيحيين على الإطلاق في العصور الوسطى. كان أرسطو يعتقد نعم في وجود رب ضعيف لا يتمتع بصفات الألوهية، فليس هو من خلق العالم أو أول من بدأ الحركة في هذا العالم. لذلك سوف يحاول فريق كبير من الفلاسفة على رأسهم توما الأكويني اللي توفى سنة 1275 والذي أصبحت آراءه مدرسة كاثوليكية خالصة، أصبح أن يثني، أراد أن يثني أرسطو عن هذا الاعتقاد ويثبت وجود الرب. هذا الرب اللي يعتبره توما الأكويني يعتبره هو العلة الأولى والذي خلق السماوات والأرض والذي هو أساس الحركة. لكن على العكس منه، الطرق اللي سلكها أرسطو إلى الرب أبدا ليست مباشرة بالمرة. بالتالي حتى نتمكن من الوقوف على أبسط الطرق، ينبغي لنا معاينة النصف الثاني من الصورة الأرسطوية اللي رسمها للعالم. هذا الجزء يتعلق ليس في الأرض بل يتعلق بالسماوات، وبالأخص نوع حركة السماوات، نوع حركة المجرات السماوية بأكملها. أول ما أثار إعجاب، مو إعجاب، تعجب أرسطو، أول ما أثار دهشته من أنه أحد قبله لم يلتفت إلى حدوث أي تغيير يذكر في السماء. جميع من كانوا ينظرون إلى السماء لم يلحظوا إلا أنوار لا يرى آخرها، ليس لها نهاية وأجسام بعيدة جدا. لكن مع ذلك كان بمقدور أي إنسان أن يدرك أن السماء تتميز على العكس من العناصر الأربعة، التراب والهواء والماء والنار، أن السماء تتميز بحركة دائرية، يعني الكواكب الموجودة بالسماء، المجرات بأكملها تتميز بحركة دائرية موحدة، أو هكذا اعتقد أرسطو. كانت هذه حقيقة بارزة تحتاج إلى تفسير. لماذا تحتاج إلى تفسير؟ لأن هذا الدوران الموحد بالنسبة للسماوات هو ليست سمة لأي من الكائنات أو لأي من الموجودات على سطح الأرض. كيف العناصر الأرضية الموجودة في الأرض تتحرك بطريق مستقيم وليست بطريق دائري؟ طبعا هي تتحرك بطريق مستقيم ما لم يوجد عائق، هذا العائق يمنعها يعني أو يجبرها على الارتداد أو التحرك في اتجاه معاكس. لذلك رأى أرسطو أن هذا يقتضي وجود نوع خامس من المادة. احنا عندنا أربع مواد، تراب، هواء، ماء، نار، نعرف حركتهن. قال لا، لابد من وجود نوع خامس راح يسميه جوهر، كما سوف يسمى فيما بعد. فعندما تقرأ كلمة جوهر في كل كتب فلسفية قصده البداية والقصد عند أرسطو، سماها هذا الجوهر اللي هو العنصر الخامس، يتحرك بشكل طبيعي لكن في حركة دائرية عكس المواد الأربعة اللي موجودة بالأرض. هذا بالضبط يفسر لك اختلاف الحركة بين الأجرام السماوية الحركة الدائرية والحركة بين الأشياء الأرضية التي تسير بطريق مستقيم. لذلك هذه المواد السماوية مصنوعة من مادة مختلفة، لا هي ماء ولا تراب ولا هواء ولا نار ولا أربعتهن. إذن ماذا سوف يسمي أرسطو هذه المادة الخامسة الجوهر؟ سوف يسميها الأثير. هذه الأثير التي سوف تكون مهمة جدا عند نيوتن والتي سوف ينسفها أينشتاين. ليس هذا موضوعنا.
كلمة الأثير مصطلح يطلق عادة على المادة النارية التي تكونت منها كل المجرات والنجوم والكواكب كما كان الاعتقاد السائد قديما. بكل الأحوال دائما تطل فكرة الرب برأسها لا سيما عندما تفكر في السر الكامن وراء حركة الأجرام السماوية. من يحرك الأجرام السماوية؟ الله الرب. إذن توضح الفرضية التي تقول بوجود المادة الخامسة الأثير التي تتحرك بشكل دائري، سبب تحركها بهذا الشكل الدائري. ما هو السبب تحركها بشكل دائري بدلا من التحرك في خطوط مستقيمة؟ هناك علة أولى، لكن لا أحد يعرف سبب تحركها، لا أحد يعرف سبب تحرك هذه الأجرام السماوية وعدم سكونها. لماذا تتحرك؟ لماذا ليست ساكنة؟ بالتالي حتى إن كانت هذه الأجرام أزلية الحركة قديمة جدا كما اعتقد أرسطو، هذا لا يغني عن النظر في الأسباب التي أدت إلى حركتها مهما كانت أزلية وقديمة. إذن سوف يرى أرسطو أن الحديث عن وجود أي قوة مادية عادية هي التي دفعت هذه المجرات الكوكب إلى الحركة، هذا ضرب من المستحيل. لا توجد قوة مادية تحرك الأمور والمجرات والكواكب المادية، لأن هذا شيء مهما كانت هذه القوة المادية ليس لديها من القوة ما يمكنها من الاحتفاظ بهذه الحركة إلى الأبد، يستحيل. بالإضافة إلى ذلك كان أرسطو يرى أن ثمة مشكلة أكبر من كل ذلك. ما هي؟ أيا كان هذا الشيء الذي يحرك الأجرام السماوية بأكملها، لابد أن يكون هذا الشيء ساكن. لماذا؟ لابد أن يكون ساكن، وإلا علينا أن نبحث عن شيء آخر يكون مسؤول بدورة عن حركة هذا الشيء الذي حرك الكواكب. ولن نصل إلى حلول إلى هذا الموضوع أبدا. على سبيل المثال حركة الأرض، نستطيع أن نقول أنه حركة الأرض، الأرض تتحرك حول نفسها وحول الشمس بسبب تأثير الأجرام السماوية من خلال حرارة الشمس اللي سهرت لك الأشياء وخلطتها، على سبيل المثال. لكن هنا أيضا، ومن الذي حرك الشمس؟ ومن الذي حرك بقية المجرات والكواكب؟ وهكذا سوف لن نصل، وسوف نبقى ندور بالبحث عن الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة. يستتبع ذلك أمر واحد، أنه ما يحرك السماوات لا يتحرك، بمعنى أنه محرك لا يتحرك. ثم يشرح أرسطو بعد ذلك في البحث عن طبيعة عمل هذا الشيء، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقات القادمة. شكرا لكم.